الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك رسولك محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. من صلى علي صلاة واحدة، ما معنى الصلاة على النبي؟ ماذا يقول؟ نعم، اللهم صل على محمد. والأكمل أن يقول اللهم صل وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد، تكررها اللهم صل وسلم على رسولك محمد. إذا فعلت ذلك يصلي الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات. ما معنى صلاة الله على الإنسان في الملأ الأعلى؟ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى صلى الله عليه بها عشرة؟ نعم، أحسنت، ثناء الله تعالى على الإنسان في الملأ الأعلى. إذا قلت اللهم صل وسلم على رسولك محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ عشر مرات. وهذا يدل على فضل هذه العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس. وجاء في حديث أبي بن كعب أن في فضلها أنها قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، فهي من أسباب مغفرة الذنوب وكفاية الهموم. كان الإمام الشافعي رحمه الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 10,000 مرة، فهي عمل صالح من الأعمال الصالحة.